السلام عليكم، تحية الإيطالية لجميع الأحرار. اليوم هذه الهضرة على مسألة العيد. بعدا كنشكر واحد العدد كتير ديال الناس اللي كيجيو وكيصيفطوا ليا مثلا مبروك العيد وهادي تتعرا، مي انا ما بغيتش نجاوبهم بتاتا، وماشي يعني على ود شي حاجه، بلا مثلا مسألة ديال الايمان او مش الايمان او الانسان يؤمن ولا او الغير يؤمن، لان حتى الكور يعني الطاليان راه كنبارك لهم مثلا نوويل وباسكوا، هذا ماشي هو هذا المشكل، ماشي هو هذا اللي هو، لان بكل بساطه يعني كيفاش نتوما كيحلى لكم العيد اخوتي المغاربه واخوتكم اصاحبي راه في السجون، الناس اصاحبي راه جالسه حكموا عليها ب 20 عام، دري صغير عنده اصاحبي 20 ميم با 20 عام 18 عام ضاربينهم 20 عام في الحبس، كاين الدراري اللي عندهم 13 عام و 14 عام حتى هما محكومين مع الناس ديال الريف، وانتوما يعني مسألة ديال العيد عندكم وكأن شيء لا يوجد، يعني ما يعني ما طريت شي حاجة وهانية. إذا أنا ولو نكون مثلا كنت غنعيد راه ما غنعيدش، ماشي أنا حد كيغلبني لحولي ولا غير تغلبني 3000 درهم ولا 4000 ولا حتى 5000 درهم لحولي، راه ماشي حاجة كثيرة، ولكن تضامنا مع هاد الحالة اللي كيعيشوها الناس راه ما فهمتش انا كيفاش كيحلى لكم نتوما العيد ونتوما بوميدا جالس كيفرك فيكم ويطحن لكم في خواتاتكم، ما عندكم حقوق كيف الناس، ما عندكم سميتو الحالة راكم كتعرفوها كيفاش دايره، وعاد مازال ما نعرفت كي مازال كتمشيو تروجي غادي ليهم مع الموجه، قولي باش يعني واحد المسألة ديال مثلا الغنمي، علاش الغنمي كيتباع عندكم 70 درهم مثلا، لأنكم كنتو كتفكروا وقلتوا واحد غادي نحبسوا العيد واحد العامين ولا 3 سنين، فهمتيني تخلوا لهم الحوالة تما وغيوقع واحد التضخم في الإنتاج غادي يهبط الثمن ديالو، غادي تولي نتايا المغربي كتاكل الغنمي ب 50 درهم ب 40 درهم الكيلو، غير اجي خذوا كيلو فهمتيني، ماشي بحال نتوما دائما بنادم مهيف على الحولي وكتلقى انا ما كنفهمش، وهو كتلقى بنادم ما عندوش وكيمشي كيشري لك حولي ديال 3000 درهم 4000 درهم ويدير له التصويره ويلحق في الفيسبوك، زعما شنو كتجي تعيق علينا بالحولي ولا واش كيتحرك انت الحولي راه جاي، حتى المغاربه راه مازال اصاحبي عندهم واحد العقليه ديال الجاهليه، كيمشي يصور الشوايه ويتم جايبها لنا الفيسبوك، كيمشي يصور اصاحبي هنا بنادم وكون غير كانت شي شهيوه ولا شي سبيسياليتي اللي ما كايناش نقولوا مثلا، ولا باغي يتعلم الناس كيفاش يديروا مثلا شي ريسيت ولا لا، باقي اصاحبي بنادم ها شويه غدا غنلقى عاوتاني ها القطبان ها الشوايات تصاور زعما انا كاين شوي حشومة صاحبي، راه هادشي راه ديموضي، أما واش الناس في أوروبا راه بعد خبرك بلي الحولي في أوروبا أرخص من المغرب، هنا حولي 150 أورو تجيب لك حولي فيه 64 كيلو، ما تقدش تهزها، أنت في المغرب كيبيعوا لك مش فيه الغضاعة ما كاين لك 1500-2000 درهم للفوق. وعد موراها عاوتاني بنادم دابا راه تالف الحولي وشويه الدخول ديال المدرسه، وانت راه الدوله صاحبي ما معاونك حتى شي حاجه، بل بالعكس انت معاون الدوله، لان الا تجي شوف دابا اكثريه ديال هذوك الحوالي اللي دابا غادي تجلس تشري فيهم نتوما والصربي وداك الشيء راه غادي تمشي تشري من عند الملك، غيبيعوا لك الملك وانت تروج السلعه ديال الملك، وفي الاخر تجي تشكي لينا وحنا كنقولوا قاطع السلع ديال الملك، او على الاقل حاول تستعمل منها اضعف الامكان، الا ما قديتيش كاع ما كاينش البديل في المغرب مثلا، لان دونك انا تسمحوا لي اخوتي المغاربه مع كامل احترامي لكم فهمتيني، انا ما كنشوفش شي عيد في المغرب، لان حنا العيد ديالنا الحقيقي وهو لما يسقط هذا النظام، شي نهار اللي تكون عندك الكرامه، نهار اللي يكون عندك حقوق الانسان بما تحمله الكلمه، نهار اللي ما تبقاش الحقره في المغرب هذاك هو العيد عندنا، حنا العيد عندنا حنا هو انت تكون عندك الكرامه صاحبي، ما تكونش ما تبقاش مدلول، ولا العيالات فهمتيني مساكن كنشوفهم كيطلبوا عاونونا نشريو حولي عاونونا ما نعرف، وهذا الشيء كله حتى المغربي ماشي يمشي يشري حولي مثلا على قد جيبه على قد فلوسه، لا يعني كاين بحال واحد النوع ديال بان عليا نبان عليك،
فهمتيني هذه العقليه ديال راه الناس علاش انا المغربي دائما كيخاف من الهضره ديال الناس والجيران اش غيقولوا اكثر من ما يتعايش مع الواقع ديالو هو. يعني مثلا انت الا ما عنديش نمشي نشري مشيش انايا ديال 150 الف فرانك مالا شنو فيها او الطاليان في العيد ديالهم باسكو حتى هما كياكلوا الغنمي ما كيمشيوش يشريو الحوالي الكبار الحولي الا فات 10 كيلو مسلوخ يعني ناضي نقي 10 11 كيلو ما كياكلوش كياكلوا اللحم صغار فتي لا كاليتي وماشي بشرط انني نشري الحولي قداش هنا هو والشحمه وداك لاش خويا شي تشري شي حاجه على قدك هذه في حاله مثلا بغيتي تعيد وهذه وتفرح الدراري ولا شي حاجه زين دونك سمحوا لي انا ما نقدرش نقول لشي واحد مبارك العيد ماشي لاسباب زين دينيه ولا شي حاجه بل بالعكس انا دائما اي انسان كيف انا ما عنديش مشكل مع حتى شي واحد شي ولا يكون يهودي مسيحي كيف ما بغى يكون في العيد ديالو راه تبارك ليه العيد ديالو ماشي مشكل ما في حتى شي حاجه هو ولكن كتشوف بان خوتك في السجون والحراك باقي مرباج والناس مازال كتقمع وخوتكم في السجون راه جالسين كيتسناو فيكم اصاحبي باش تحروا باش تحروا من نتوما اللي على برا نتوما الا ما خرجتوش ونوضتو الشاط في المخزن راه ما غاديش يطلقهم انتوما شفتو دابا غير هادو كيتكاو عليهم بساكن اما الزفزافي والاخرين هذوك هذوك راه غادي يشوف غادي تسمعوا احكام قاسيه يمكن 30 عام المؤبد والفوق وانت صاحبي دير لي راسك في الحولي انت باقي حولي في مخك لان ما الحولي ما الحولي ها هو الحولي شحال غتبقى يولد ليك داك الحولي ها انت ما كتفكرش بان راه العيد خاص يكون عندك 365 يوم في العام راه ماشي هاد النهار ايوا ها هو ملي سالي العيد ومن بعد ستعود الحليمه لعادتها القديمه وغادي نرجع تاني نتلصقو ما عندناش وكيفاش ودي باني وسلك وعدي وديك العقلية ديال سميتو ما عليناش هادي من جهة من جهة أخرى واحد الأخ كان جاب لي واحد شي دراري لأن دابا كاين بزاف ديال الناس دايرين عليا أنا لي فيديو أنا راه ديك النهار كتحسب لي واحد الولد قال لي تقريبا أكثر من 100 في واحد اللي دار عليا فيديو يعني من ديك البيريود ديال فاش شدنا الباسبورات وداك الشيء ليومنا هذا وانا ما كنشوفش داكشي وما كان وما كان يهموني وما ما كنجاوبهمش اصلا ما انا ما مساليش التفاهات ديال البهلاء الساكن حتى جاب لي واحد الولد واحد الفيديو قال لي لا هذا راه كنقرا معاك قرا معاك قلت له ويلي شكون هذا اللي قرا معايا ملي دخلت كنشوف لقيتو بدا ديك الهضره بديك دائما الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ودائما شي بنادم اللي كيدير لك ديك المقدمه فيها تأسليم أعرف والله حرام وكذاب منافق ملي جيت نشوف أنا ما شفتش الفيديو كله ولكن من خلال داك الأول اللي شفت السيد كيقول لهم هو قرا معايا هنا في الإبتدائي وفي الإعدادي في مدارس حكومية وأنا عمرني ما قريت في الحكومة أنا قريت في جون دارك في الرباط راه معروفة عند لسر الرهيبات النصارى وقريت في الكوليج كرناديان اللي في لوغ ودوز على كيلومتر 4 اون فاس مع السفاره ديال روسيا وهذا الشيء راه كيعرفوه مزيان الناس اللي كيعرفوني واللي كيعرفوني فريمون يعني كان دون لو طون قبل ما يولي كوليج كرناديان سميتو كانت مؤسسه الحسن بن شقرون وكانت بريفي وفي ذاك الوقت كان بريفي يعني هذا اللي كيقول لهم ديك الساعه راه ما كانش البريفي كان الحكومي وهذا غير صحيح وحتى الاعدادي ديالي قريتو في الليسي ميليتير وهذاك السيد ما كنعرفوش عمرو ما قرا معايا وكون قرا معايا نقول لك وي قرا معايا هذا السيد مالا عيب فيها شي حاجه ولكن علاش بنادم كي هانت شوف هاد التأسليم علاش كنقول لكم المظلمين راه كذوب ونفاق علاش علاش غتقول لهم زعما وكانك غتقول لهم شي حاجه عليا شتي كون كانت عندكم شي حاجه عليا راكم خرجتوها بزاف وغير تاعها الكره ما عندكم والو الحموشي واش تا صافي تلفات بك الدنيا صافي وليتي تجيب لي البلونطويا تيديروا عليك الفيديوهات تاعهم الحموشي شتي الا بغيتيني نجبد ليك الناس اللي قراو معايا راه جبدهم ليك ولاد عم الملك ونجبد لك تاديور في جو في السويسي في لاغود دزاير لي زومباسادور كاع الخرب قال لكم جوجل ايرث فهمتيني
وحنا ما كنبغيش نوصل لهذوك الناس لان ما وصلونا شيء ما تساع ما عمرهم ما اداونا لاديهم. ولكن الا بغيتو راه نجبدهم لكم كاملين انايا نحط لكم بغيتو الناس اللي قرا معايا نجبدهم لك الناس دغيا بصح اللي قرا معايا. زين علاش كتبقاو تصيفطوا لي انا بحال البهلاء داير عليا فيديو انا راه قريت عليه ديجا الناس سمعتو كي والله ما كملت الفيديو علاش ان الكذوب ملي سمعتو بدا كيكذب وكيقول لهم انا قاري في الحكومه وسميتو صافي قلت هذا تا هو زيدو مدب. ودابا الغريب في الامر هو كاين شي مناضلين تا هما ماشي كي المغاربه باقي كيكذب نتوما راه باقي غيقولوا لكم بابا نويل وغيضحكوا عليكم بزاف ديال الحوايج الا كيجي بنادم يقول لي راه خصك تجاوب اش غادي نجاوب اش غادي نجاوب واش غنجاوب اش غادي باش غنجاوب الجواب الكذوب الجواب لاديس طيب فين ما خرج شي واحد ما نعرف كي خاصني نجاوب راه ماشي بشرط انني نجاوب ولكن هذاك الشيء غير الكذوب غادي يزيدها على نهار اللي شرقنا الباسبورات يكتبوا في الجرائد ديالهم بان راه صافي راه شدونا وراه وصلونا للرباط ورحنا في الدار البيضاء والدار البيضاء وما نحنا في الدار البيضاء يقد يقرب لنا شي واحد شدنا شي واحد والاتحاد الاوروبي وقف الاعمال ديالو باش انه كيدرس مساله ديال اللي شارك شي باسبور وهاداك الشيء كيكذبوا عليكم يا العلوف كيكذبوا عليكم باش يخليوكم يا الضبعه باش خافوا ولا بعباد الله تشارك في الباسبورات ديالها قالوا لهم ما نديروا لهم شي حاجه باش بنادم يخاف يترضعي النظام كذاب والملك كذاب وكل شيء كذاب وانت مازال كتيق عليا خويا بالخريف ديال نوض نوض فيق اخويا نوض تهضر على حقك فهمتيني راه غدور تهضر وغترجع للهضره ديال الجمهوريين احنا كنتفرجوا فيك شحال قاره ما تعيد مع راسك وذباح وموراها بشويه غادي ترى لك شي حاجه غتمجي كتبكي علينا في الفيسبوك ودير في الفيديوهات والحقره عاونوني داروا ليا بارطاجي ما راه شحال قدك راه الا ما خرجتوش درتو نهايه لهاد الدوله راه مازال غتبقاو تعيشوا في للابد كونسا ما كاينش العيد ما نعيدش ولو كون يعني كون بغي نعيد راه ما غيخربنيش ولكن تضامنا مع دوك الناس مساكن اللي في السجون انا جوني بابا علاش غادي نعيد كيفاش غيحل لي العيد مع ولادي وهادي وما نعرفو واش يقول لكم بغيتي نسولكم ياك بعدا هذاك العيد ياك هو ماشي فرض غير سنه غير سنه ماشي فرض وليش كتكلفوا على ريوسكم وهانت الى ما عيدتيش ليه الفريض شنو غادي يطرا هانت ليه الفريض ما عيدتوش شنو غادي يطرا يلا دوي فكر انا تحداك تقول لي الى ما عيدتيش شنو ما هو حكم الشرع في ذلك لا والو ما يطرا والو واش تي وانت داير ما في بعديك مضارب مع الحولي وشويه انت تولي مضارب مع المدرسه وخصك باش باش تخلص الدراري للمدرسة الدولة ما غتعرفكش الدولة لا كراك بالعكس الدولة هي مازال طالعة فيكم تا الثروات كديها وكلشي كيديها يديه وانت غتبقى مضاربة مع راسك اخويا حنا راه فاش كنديرو لي فيديو كنوريكم الدول على برا وكنوريكم الشوارع مثلا وكنوريكم بعض الاماكن راه ماشي باش نبان عليكم راني كنوريكم الدول فين وصلات شوفوا النقاوة كي دايرة تقاعد ما تلقاش في الأرض النظام الناس ما عندهاش هاد المشاكل اللي عندك انت انت صاحبي باقي مضارب غير مع كرشك قوتك اليومي إلا كليتي اليوم ما عرفش ما ضامتش غدا واش تاكل ولا ما تاكلش بينما هادو راه ما عندهمش مشكل في هاد المسائل القوت اليومي هو مضمون العام كامل كلشي بحال بحال فهمتيني ومسألة ديال دابا كاين شي وحدين عاوتاني قبل ما نسالي اللي كيبقاو يجي يقول لي وانت شفين انت عايش بالاعانات ديال البرامج الاعانات وها انا لي نفرض لي نفرض ما دام من انا ما عايش بالاعانات ما كنمشيش نمد لهم يديا بتاتا لان انا راه خدام وباش عرفتيني انا مريض في صحتي ولا ما مريضش ولا عندي اون فاليديتي كنتخلص عليها هذا راه حقي في اوروبا ها وباش عرفتيني انا كنت خدام مثلا والشركه حبسات وكيصيفطوك تاخذ الشوماج لواحد العام ونص مثلا
وهذا راه حقي، وانت صاحبي جالس تحسب ليا في رزقي ماشي حتى فلوسك، باش كنعيش وكيفاش كنعيش وتجلس تضربوا في التليفونات وتقلبوا كيفاش شنو مالكم على هذه الحاله صاحبي؟ وسير شوف الثروات اللي داك محمد السادس اللي هو رزقك، هذيك ما بقيتش تحاسبوا فيه. شنو دابا نتوما كتخليوه اللي هو خاصكم تمشيو تحاسبوا بصح نيت حيت جبناء ولا حرام بما تحمل الكلمه، وماشي رجال ما فيكمش الرجوله. ما بقيتش تحاسب بالشفار، ها هو كان ها هو واحد عنده 17 مليار وخرج كيتسنتر مع راسو، وسير دوي معاه، سير وقفو، سير قول لهم لا كيفاش هذا راه 17 مليار نتوما طابقينه، يلا سير دوي معاه هذا، خلي محمد السادس، خلي لي انا محمد السادس، يلا تدوي معاه بحال هذا، هما الكراط 22 مليار، ما تقدش هذوك راه فلوسك وفلوس الشعب المغربي، بينما انا فلوسي اللي مثلا كتعطيني ايطاليا اللي هو رزقي، انا راه ماشي الاجي خد الشوماج. راه خاصك تكون خدمتي مدة وخلصتي فيها لي طاكس، وماشي تخرج انت خاصهم الشركة اللي تجري عليك مثلا مابقاتش خدمة ولا مثلا شي دارت فايت ولا شي، هذا عندك الحق في الشومار، وانت دخل معايا صاحبي في هذا الشيء، دخل معايا انت في رزقي اللي هو فلوسي، وفلوسك انت باش عارف راسك راك جبان حمار ماشي راجل، ما تقدش تخرج دوي تاع على رزقك صاحبي، ومن يخرجوا ناس بحالي يهضروا كتنوضو تحاربو، وشفتي كيفاش داير نتا صاحبي؟ شتي العقلية ديالك كيفاش خامجة؟ وجلس بقا تحسب لي دير لي لا كونطابيليتي شحال كنقبض في يوتيوب شحال كنقبض في هنا، وإلا خاصك شي فيج دو بي ما ربانا ولا فهم ما نعرف راه قولوا لي نصيفط عليكم مرة مرة في الشهر نصيفط لكم الريلوفي دو كونت ديال لا بانك، ترى صاحبي ناري على ناري على باطل السير شوف صاحبي الشفارين اللي داو لك رزقك ديال بصح وخلوك وخلو خوتك المغاربة ضايعين كيجيو يحرقو ويموتو والناس هي في السجن انا ولد السبيطار، واش كاين شي دولة في العالم بنادم يخرج يطالب بالسبيطار جيبو ليه البوليس يخلي ضربو ها؟ وفي الاخر تجلسو عليهم كاين لك 20 عام في الحبس 3 سنين 5 سنين صيفط مداولة من بعد غيكسلوه هما، وهادي دولة وعاد تقول لي انت انا مغربي وافتى باش غنفتخر نفتخر بالقاعة نفتخر بالاغتصابات نفتخر بوميدا كيجي يكح عليك في خواتها تكون انت كتشوف نفتخر ب مع كامل احترامي الناس صنعوا منك ماشي راجل اللي تجي تشوف الموقع قدامك ما كنتش تعبر ها ومازال صاحبي كتفتخر باش كتفتخر وسير صاحبي كون هرت شوية راجل وجلس راجع راسك مزيان شوف هاد الهضرة اللي كنقول لك واش بصح نيت ولا ماشي بصح ومني تسالي وهاد عرقا مزيان بيض ومطيشة واجي سبني هنا اش تحتاج كيف العادة فاهم الله البو هذا وما هذا اش غادي دير تحياتي الأحرار وإلى الفيديو المقبل.